بعد خفض بنك الجزائر لقيمة الدينار بحوالي 30% منذ سنة 2015، حذر خبراء الحكومة من التوجه نحو تعويم العملة الوطنية في ظل استقلالية الجزائر عن مؤسسات النقد الدولي بفضل وجود 108 ملايير دولار كاحتياطي صرف وبلوغ الناتج الداخلي الخام 160 مليار دولار مع نهاية السنة الفارطة. ولا رحنا لتعويم الدينار، معنا تاب لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي هو اللي يسير الاقتصاد الجزائري. شفنا المحافظ البنك المركزي اللي انهيت مهامه، خفض الدينار 30% باش نقصوا فاتوره الاستيراد اللي كانت 60 مليار اصبحت 40 مليار. لكن الليل واش قال لك؟ قال لك رانا نقصنا 47 مليار في 2016 تاع الاستيراد. غلطوا الشعب. لماذا؟ لانه لو كان تحكم 46 مليار تضربها في تعويم الدينار 25%، صيب باللي الجزائر في 2016 استورد 60 مليار. تفادي سيناريو تعويم العملة الوطنية يتطلب تغيير الدينار ورفع قيمته لاستيعاب الأموال المتداولة في السوق الموازية. أولا هي ضبط السياسة النقدية، يعني الخروج من التمويل عن طريق السوق النقدي إلى التمويل عن طريق سوق رأس المال وسوق الأوراق المالية. هذه الخطوة الأولى اللي تدخل في إطار تحرير السياسة النقدية للدولة، وعليه فإن امتصاص السيولة عن طريق إطلاق عملة وطنية جديدة كفيل بدعم دينار أولا، كما أن العملية تسمح بتحصيل زيادة للخزينة بطريق الأثر الجبائي. ارتفاع حجم معاملات التجارية غير مفوترة إلى 7000 مليار وتفاقم نسبة التضخم إلى 8% يستدعي اتخاذ الحكومة سياسة نقدية جديدة تعتمد على تعزيز قوة العملة الوطنية قبل تراجع احتياطي الصرف واسترجاع الأموال المتداولة في السوق الموازية لتجنب سيناريو تعويم الحكومة المصرية لعملتها الوطنية بعد انهيار اقتصادها.